Flash Sport. صباح النور. سكاك الحديد صفاق سيارة الوي الفريق العريق اللي ينجب عديد الأسماء حقق البارح عودته للرابطة المحترفة الثانية بعد الفوز في المباراة المعادة من نادي كرة القدم بالمذيل 2-1 وتصدر مجموعته في الرابطة الثالثة مستوى أول، وبعد الصعود هذا المدرب محرز بن علي وفرحته بالإنجاز. الحمد لله يا رب، مشكورين للجزائريين اللي حماوا الجمعية خذينا حقنا، راه ما تعديناش على الناس الحمد لله يا رب. تظلمنا في برشا مباريات ما تكلمناش، خدمنا على رواحنا أمنا والناس كلها مشكورة. واحد من الملاعبية اللي ساهموا في الصعود القيدوم منع بن حسين. الحمد لله مجهود جروب كامل، جوالات وستاف وإدارة، شوفوا الإدارة شعملت باش تعاود لنا الماتش، جوالات ما خايبتش عملت، وستاف اللي قبله كان يخدم زاد سي حاتم الشارع ومكرم بالهول، الكل خدمنا باش وصلنا الرالوي ترجع مش بلاصتها هذه راه بلاصتها الناسيونال آ. نشكر سي وليد المستيري وقف معنا ووقفة هو الجمعية وناشد جمهور الرالوي اللي يوقفوا معاه ويقربوا له، راه إنسان يحب الرالوي ويحب يخدم، خرج الرالوي بلاصتها. إذن بعد ما تعرفنا على الفرق الصاعدة للرابطة الثانية، تركيبة المجموعات الموسم القادم باش نلقاو فيها في المجموعة الأولى مستقبل المرسى، النادي القربي أمام الحمام سوسة، جمعية أريان، النادي حمام نام، شبيب القيروان، مستقبل وادي الليل، القلعة الرياضية، النجم الرادسي، هلال مساكن، جندوبة الرياضية، الملعب الإفريقي لمنزة بورقيبة، جمعية مجرين وبعث بوحجلة. المجموعة الثانية أيضا 14 فريق، الملعب الجابسي، سبورتينج المكنين، هلال الشابة، مكارم المهدية، نصر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد، محيط قرقنة، أمل الجربة، أمل الركبة، مستقبل قصرين، كوكب عقارب، هلال رديف، تقدم ساقيت الدائر وسكاك الحديد أسفاتسي. البارح احتفل الملعب التونسي بعيد ميلاده 76 في موسم استثنائي، تحصل من خلاله الفريق على كأس تونس والمركز الرابع في البلاي اوف مع ضمان المشاركة في كأس الكاف الموسم القادم. عيد ميلاد سعيد ان شاء الله لحبال بقلاوة ومزيد من التألق. اليوم ينطلق نادي صفاقسي في التحضير للموسم القادم، موسم 2024-2025 تحت اشراف المدرب الجديد البرتغالي الكسندر دو سانتوس، ومعها المدير الفني الجديد ايضا محمد سليم بن عثمان. التحاق الملاعبيه بطرابلس باش يكون تدريجيا، في انتظار ايضا رفع المنع من الانتداب وابرام بعض الصفقات. الاتحاد المونستيري يتعاقد مع ثنائي تونسي فرنسي لمدة 4 سنوات، مالكوم الحميدي 20 سنة متكون في نادي بي اس جي ثم تحول لمركز تكوين الشبان بكليرمون ولعب مع الفريق الثاني لنادي باستيا الفرنسي، واللاعب الثاني هو مهدي الجنوني 18 سنة لعب في البي اس جي أقل من 17 وأيضا 19 سنة وانتقل بعدها لنادي دانكيرك. زوز ملاعبية ما تكلفوا حتى مليم على خزينة الاتحاد المونستيري باعتبار نهاية عقودهم مع فرقهم. تركيبة الإطار الفني الجديد لنجم المتلوي حسب ما أعلنت الهيئة، المدرب الأول هو منظر مخلوف اللي كان أشرف على الفريق في المباراة الأخيرة من أجل تفادي النزول أمام مستقبل سليمان، ثم المساعد نلقاه رياض الحضري، المعد البدني وجدي بن شوق، مدرب الحراس أكرم القايد، والمكلف بالأحصاء أمين السحيمي. المدافع التونسي ديلان برون تلقى عرض من نادي ستوندور دو لياج البلجيكي بعد نهاية تجربته مع سيرفيت السويسري اللي لعب له في شكل إعارة من ساليرنيتانا الإيطالي، والمفاوضات حاليا متقدمة بين الفريق البلجيكي والفريق الإيطالي. الأهلي المصري وافق على إعارة لاعب تونسي محمد الضاوي كريستو اللي تلقى عرض من الرجاء المغربي، ممكن يمضي في الساعات القادمة على عقد لمدة موسم على سبيل الإعارة. نادي السالمية الكويتي أعلن تعاقده مع المهاجم عماد الواتي، الواتي 30 سنة ابن النادي الرياضي الصفاقسي، سبق له أيضا اللعب في النجم الساحلي وعديد الأندية الخليجية وآخرها دهوكا العراقي. نادي نهضة بركان المغربي واللي دربه التونسي معين الشعباني أعلن انتدابه للمالي سوميلا سيدي بي بعقد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد ما كان فسخ عقده من أيامات مع النجم الساحلي واللي كان انتقله في 2023 بعد تجربة في البطولة الليبية. المدرب عبد الحي بن سلطان يواصل التجربة مع الأندية المغربية ويتعاقد رسميا مع النادي المكناسي، صعد حديثا للدرجة الأولى. بن سلطان سبق له أيضا تدريب المغرب الفاسي ونادي حمام نمف وجمعية جربة ومنتخب أقل من 17 سنة في تونس. المدرب التونسي نصر الدين نابي انطلق البارح في تدريب نادي كايزر شيفز الجنوب افريقي في تجربة جديدة بعد ما كان في المغرب مع الجيش الملكي، ومن الأسماء الموجودة في الإطار الفني مع نصر الدين نابي نلقاو التونسي ليسلم زوغي مدرب الحراس السابق للمنتخب الموريتاني وعديد الأندية في تونس.
في البطولة المصرية البارح من الجولة 30 الزمالك يربح الإسماعيلي 2-1. مباراة كاملة كانت للمدافع حمزة المثلوثي مع الزمالك ودخول المهاجم سيف الدين الجزيري في تشكيلة الزمالك في الدقيقة 68. أيضا مباراة أخرى فيها زوز توانسة، بلدية المحلة كان خسر مع المصري البورسعيدي 1-0. فخر الدين بن يوسف حاضر مع المصري وخرج في الدقيقة 79، وزميله معتز الزدام كان دخل في الدقيقة 54. وبرشا كلام على معتز الزدام حاليا من الفريق المصري البورسعيدي اللي حب يستحفظ على معتز الزدام اللي كيف ما نعرفه جاء في إطار الإعارة من الترجي في انتظار الموافقة من معتز الزدام وأيضا من إدارة الترجي لأنه باش يواصل المشوار في مصر أو العودة للترجي. حاليا على مستوى الترتيب العام نلقاو الصدارة لبيراميدز 65 نقطة وتنقصوا 4 مباريات، مرتبة ثانية للأهلي المصري 54 ومنقوص من 8 مباريات، يعني إذا كان ينتصر فيهم 8 تقريبا يرجع للصدارة. المركز الثالث للمصري البورسعيدي 51 نقطة وتنقصوا مباراة، والزمالك نلقاوه في المركز السابع ب 41 نقطة ومنقوص من 6 مباريات. ملتقى باريس الماسي لألعاب القوى، العداء محمد أمين الجناوي كمل السباق 3000 متر موانع في المركز الرابع بتوقيت 8 دقائق و9 ثواني 41 جزء بالمئة. المركز الأول كان للأثيوبي أبراهام سيم ب8 دقائق و2 ثواني و36 جزء بالمئة. المركز أيضا الثاني والثالث كان للزوز كينيين، نذكر الجناوي باش يمثل تونس في الأولمبياد القادم. أيضا في الفتيات مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع تنهي في المركز السادس بتحقيق أفضل توقيت لها في الموسم 9 دقائق 15 ثانية و54 جزء بالمئة. في المصارعة الترجي يحرز على ثنائي المصارعة الحرة وثنائي المصارعة الرومانية. برنامج نصف نهائي يورو ألمانيا 2024 غدوة 3 مع 8 متعليل في الأليانز أرينا إسبانيا مع فرنسا، مباراة كبيرة. وأيضا مباراة أخرى للفرجة نهار الأربعاء 8 في ملعب دونا بارك هولندا مع إنجلترا. بالنسبة للدورة النهائي نذكر يتلعب نهار لحد 14 جويليا. كوبا أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا برنامج الدورة نصف النهائي زوز لقاءات في الفجر مع ماضي ساعة نهار الأربعاء الأرجنتين مع كندا ونهار الخميس كولومبيا مع الأوروغواي. هكا نكونوا كملنا أخبار الرياضة لليوم، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.